الأخبار في دقيقة، أهلا بكم. وزارة الطاقة والثروة المعدنية السعودية تشدد إجراءاتها الأمنية في المنشآت النفطية بعد هجوم البحرين. الناطق الرسمي باسم التحالف يعلن إحباطهم هجوما حوثيا وشيكا لاستهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الاتفاق مع روسيا حول سوريا سينقذ كثيرا من الأرواح. داعش تعيد احتلال مدينة البوكمال الحدودية شرق سوريا بعد مواجهات عنيفة مع قوات النظام. القوات العراقية تستعيد السيطرة على ناحية الرمانة في الأنبار. شركة فيسبوك تطلق السبت أحدث تطبيقاتها المسمى فيسبوك لوكال المنافس لتطبيق يلب. فريق لويس هاملتون سائق مرسيدس للفورمولا 1 يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح في البرازيل. رياضة كمال الأجسام تجذب أعدادا متزايدة من النساء في تايلاند برد فعل على معايير الجمال التقليدية.